بالنسبة لمشارطة التحكيم بقى، القانون المصري وغالبية القوانين والأنظمة التشريعية قالت إن لازم تحدد موضوع النزاع في مشارطة الإيه؟ التحكيم، وإلا كانت مشارطة التحكيم باطلة، أو وإلا كان الاتفاق على التحكيم بين قوسين مشارطة التحكيم اتفاق إيه؟ اتفاق باطل، اتفاق إيه؟ باطل. يعني إيه؟ يعني أنا كقانون سمحت لك إن أنت تعمل شرط تحكيم لنزاع احتمالي أو لاحتمال قيام النزاع في المستقبل، ورتبت لك الأثر عليه، لكن في مشارطة التحكيم النزاع وقع بالفعل فيجب عليك تحديد موضوع النزاع، وإلا كان الاتفاق إيه؟ باطل. يبقى النهاردة لما وقع النزاع بين الأطراف واختلفوا فيما بينها على مسألة من مسائل العقد أو على واقعة معينة، وقرروا إن هم يفضوا هذا النزاع عن طريق التحكيم، بقى يجب عليهم إن هم يحددوا موضوع النزاع. ما ينفعش يقولوا كل نزاع ينشأ بمناسبة أو بسبب هذا العقد أو بسبب هذه الواقعة، لا، ده لازم يحددوا لإيه؟ موضوع النزاع. يقولوا النزاع الذي وقع بين الطرفين في تسليم الأدوات كذا وكذا والتي قيمتها كذا والتعويض الناشئ عنه أو المطلوب عنه يتم فضه عن طريق مين؟ عن طريق التحكيم.